اتخذت وزارة التجارة عدة إجراءات وتدابير من أجل عصرنة منظومتها التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع المعايير الدولية. نذكر منها إصدار جملة من الأنظمة التقنية تتعلق بالقواعد العامة المطبقة في مجال مطابقة المنتوجات، بحيث ترتكز هذه النصوص المرجعية أساساً على مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها في مجال حماية صحة وأمن المستهلك. ونخص بالذكر الأنظمة التقنية التي نشرت منذ سنة 2020، تجدر الإشارة إلى أن النصوص التي هي قيد الإمضاء والنشر في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالخدمة ما بعد البيع، الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في المنشآت الإطعام، اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي أو ما يعرف لكود بار، ضمانات تتبع مسار المواد الموضوعة في السوق والموجهة للتصدير، محاربة الممارسات التدليسية للمستهلك والمرتبطة باستعمال الرمز العمودي كود بار، إلى آخره من الإسهامات التي تسعى وزارة التجارة أن تطبقها.